رمضان كريم وكل سنة وانتوا طيبين. حلقة جديدة من كلمتين من القلب، وهم والله من القلب، لا متحضرين ولا مكتوبين، بيطلعوا زي ما بيتقالوا كده بالظبط. قاعد مع ناس صحابي من فترة وبيتكلموا، فواحد حكالي قصة غريبة قوي. قال لي كنا مقررين نسافر نروح العين السخنة، فركبنا العربيات وقلنا نتلم في عربية واحدة عشان نقعد نتكلم. وفجأة وإحنا ماشيين في الطريق، صاحبنا اللي كان سايق والكلام خدنا، لقينا نفسنا رايحين لحتة تانية خالص غير اللي إحنا رايحينها. كنا متفقين ناكل في محل من المحلات المشهورة بتاعت السمك، ولما بعدنا لقينا نفسنا في حتة تانية خالص. فلقينا كشك صغير في راجل عجوز قاعد، وانا تعالى ننزل نسأله أقرب مكان ناكل فيه أكلة سمك حلوة فين. لقينا الراجل عنده شوية سمك قليلين، وقال أنا صياد قديم، لو عايزين تاكلوا أكلة سمك هعمل لكم أكلة حلوة. كذا حد من اللي كانوا موجودين رفض، قالوا إيه نروح المحل الكبير، أنوار، سلطات، عيش سخن. قال له بقولك ايه، تعال نجرب، احنا جعانين وعايزين ناكل. طلبوا الاكل والراجل كان سعيد قوي. صاحبنا اللي بيحكي القصة قالك كنت شايف في عينين الراجل ده لمعة غريبة، فقمت مالك يا حاج في ايه؟ قال له انا فرحان. قال له ليه؟ قال له عشان أنا كنت طول عمر محلي ده مليان ناس، بس الدنيا اتغيرت وما بقاش عندي الإمكانيات اللي تخليني أجدد وأعمل محلات كبيرة، فالعشة الصغيرة دي ما بقاش يجي لها ناس كتير، وما بقاش يجي لها ناس حلوين زيكم. فصاحبي اللي بيحكي القصة بيقول في اللحظة دي حسيت إن أنا بعمل حاجة تانية، أنا مش جاي أكل، أنا ربنا بعتنا للراجل ده عشان نبقى سبب إنه ينبسط ورزقه. قعدوا وكلوا وانبسطوا، وأكتر حاجة كانت بسطاهم الفرحة اللي في عينين الراجل، وخدوا بقية السمك اللي كان موجود عنده عشان ما يبقاش عنده حاجة ما تبعتش. وكل اللي كانوا موجودين بيقولك دي أحلى أكلة سمك كلناها في حياتنا. وخدوا عربيتهم وسلموا على الراجل ومشوا، وهم راجعين في الطريق قعدوا يبصوا لبعض، هو احنا ازاي رحنا للمكان ده؟ هو احنا رحنا له ليه؟ ربنا كاتب له رزق، خلى الناس دي تنزل من بيتها ويتجمعوا في عربية واحدة عشان ربنا كاتب له إنه يكبر بخاطره ويرزقه. فما تحسبهاش، سيبها على ربنا، رزقك هيجيلك هيجيلك. وصدقني مهما عملت وحاربت لو مش مكتوب لك رزق مش هيجي، بس في نفس الوقت اسعى واشتغل واعمل اللي عليك وسيبها على ربنا. ربنا يجعلنا سبب للخير. نشوفكم في حلقة جديدة. رمضان كريم.